التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الدولة بمختلف أجهزتها على إتاحة الدعم اللازم للصادرات المصرية من خلال الخطط الطموحة التي من شأنها تذليل كافة العقبات أمام دفع وزيادة الصادرات المصرية. كما شدد مدبولي خلال اجتماعه بوزراء ومسؤولين معنيين على أهمية تفعيل عدد من الآليات المقترحة لمواصلة خطط زيادة الصادرات للوصول بها إلى 100 مليار دولار بالرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة. وجه رئيس الوزراء بضرورة إعداد رؤية متكاملة لتصنيع مدخلات الإنتاج محليا بالتنسيق بين وزارة التجارة والصناعة وكافة الاتحادات والمجالس التصديرية، مشددا على ضرورة دعم الصناعة الوطنية وثقته الكاملة في قدراتها. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا على رؤوس ساكنيه شرق رفح جنوب قطاع غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد 4 فلسطينيين في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في حي النصر شرق رفح. كما استشهدت سيدة وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على مدرسة الأمل التي تؤوي نازحين غرب خان يونس جنوب القطاع. كما أصيب 13 فلسطينيا في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا بالقرب من مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني غرب خان يونس. صاغت الجزائر مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة. وبحسب وكالة رويترز فإن مشروع القرار ينص على رفض التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، ويطالب مرة أخرى جميع الأطراف بالامتثال للقانون الدولي ويدعو إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق إلى قطاع غزة بأكمله وفي جميع أنحائه. دعت باكستان إلى ضرورة التنفيذ الكامل للإجراءات المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية بشأن وقف أي ممارسات وتصريحات تهدف إلى الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية ممتاز زهرة بلوش عن قلق بلادها البالغ حيال استمرار الجرائم والاضطهاد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الأبرياء في غزة، وأدانت بشدة الهجوم الإسرائيلي داخل مستشفى ابن سينا في جنين والذي أسفر عن استشهاد 3 شبان وعدتها جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني. حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجييفا البنوك المركزية من التسرع بخفض الفوائد، وقالت إن التمهل في ذلك لوقت مناسب سيكون أفضل بكثير. هذا وأبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرتفعة في الأشهر الأخيرة في محاولة لإعادة التضخم إلى المستوى المرجو عقب الارتفاع في الأسعار بعد وباء كوفيد. شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب إقبالا كثيفا من الجمهور على كافة بواباته لحضور الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي يقدمها، وقد وصل عدد زوار المعرض في يومه الثامن نحو 424,343 زائرا. بهذا العدد وصل إجمالي عدد الزائرين منذ افتتاح المعرض حتى الآن إلى 2,812,574 زائرا، وهو أمر يؤكد مدى وعي الشعب المصري بأهمية القراءة والاطلاع. ويأتي المعرض بمشاركة 1200 ناشر من قارات العالم بزيادة بلغت 153 ناشرا عن الدورة الماضية، ويبلغ عدد الدول المشاركة 70 دولة من جنسيات مختلفة.